حلقتنا اليوم على قناتنا قناة اضطرابات تنظيم الذات بعنوان الضرر البيولوجي عند المصابين باضطرابات تنظيم الذات. في حلقات سابقة تكلمنا بأن الحقيقة الدماغ عند المصابين باضطرابات تنظيم الذات إذا ما قورن بين الناس اللي غير مصابين فإن معدل الضرر يصير 3 إلى 10% بالمقارنة مع الناس اللي غير مصابين. طبعا هذا الفرق المقاس هو في أحجام بعض المناطق اللي ذكرناها سابقا واللي هي تمثل تقريبا 5 إلى 7 مناطق في الدماغ تكون هذه المتضررة ويكون الضرر فيها الحقيقة حجميا يقاس ب 3 إلى 10%. الضرر الحجمي هذا اللي يصير الحقيقة لا يعكس بالضبط أو بالضرورة الضرر الوظيفي، لأنه الحجم ليس مقياس في الدماغ دائما للضرر الوظيفي، لكن بالقياسات اللي صارت على معدل 400 إلى 450 مصاب باضطرابات فرط الحركة شتت الانتباه أو اضطرابات تنظيم الذات خلال فترة سنوات من حيث كانوا أطفال إلى مراحل البلوغ بعد 35 عام، وبتكرار تصويري متكرر أثبت بأنه الفرق في الحجم بين 3 إلى 10%، لكن الفرق في الوظيفة يصل إلى 40 إلى 50%. بمعنى هذا الضرر الخفيف اللي نشوفه إحنا في التصوير للدماغ يصاحب الحقيقة ضرر كبير بالوظيفة. موضوع استخدام هذا الفرق بالحجم بين تلك المناطق المصابة بينها وبين الغير مصابين لا يمكن الاعتماد عليه في الوصول للتشخيص لاضطرابات تنظيم الذات، كون هذا الضرر حجمه قليل وبالتالي يصعب الاعتماد عليه في تشخيص المصابين باضطرابات تنظيم الذات من خلال الاعتماد على الفرق الحجمي. هذه النقطة الأولى اللي حبينا نوضحها في قضية الضرر البيولوجي عند المصابين باضطرابات تنظيم الذات. المناطق المتضررة في أدمغة الناس المصابين باضطرابات تنظيم الذات هي الحقيقة يتصدر الفص الأمامي الجبهوي القائمة في هذا الضرر. في الغالب المناطق المتضررة وتكون أقل حجما من الناس الغير مصابين في الفص الأمامي الجبهوي هي المنطقة بالضبط اللي فوق حاجب العينين وخاصة جهة اليمين. هذا الاضمحلال أو هذا الضمور في هذه المنطقة الحقيقة هو المسؤول بدرجة مباشرة مع قدرتك على كبح ذاتك وضبط نفسك وعلى بقائك منضبطا لفترات طويلة حيثما يوجد هناك ملل أو حيثما توجد هناك انزعاجات أو رغب أو يعني تحمل. فالمنطقة الأخرى من الفص الأمامي الجبهوي هو الجانب الخلفي الخارجي من الفص الأمامي الجبهوي اللي هي على المنطقة الخارجية واللي هي المسؤولة الحقيقة عن الذاكرة الفعالة. فإذا منطقتهم الحقيقة يعني يصير أصغر من أقرانهم عند المصابين من الأعمار الأخرى هي منطقة الفص الأمامي اللي يصير فوق محجر العينين بالضبط على الاتجاه أو مستوى حاجب العينين، والجزء الخارجي اللي هو على الأوتر سايد يسموه الجزء الخارجي من الفص الأمامي الجبهوي، وطبعا غالبا يكون الجهة اليمين أكثر ربطا لهذه الوظيفة. الجزء الثاني اللي يكون عادة متضرر هو ما تسمى بالليزر جانجليا. الليزر جانجليا هي العقد الأساسية اللي موجودة في قاعدة الدماغ واللي هي عادة الفايبر العصبية اللي تطلع من الفص الأمامي الجبهوي تنتهي في البيزل جانجليا. البيزل جانجليا اللي مسؤولة عن تنظيم حركات الجسم وعن تنظيم أو تقييم الأشياء أو ما تسمى بالوات سيركت. البيزل جانجليا تكون أيضا أصغر حجما وأقل كفاءة من أقرانها في الناس اللي غير مصابين باضطرابات تنظيم الذات. المنطقة الثالثة تكون أيضا أقل حجما هي المسؤولة الحقيقة عن تنظيم المشاعر اللي هو الجزء الأمامي من الجهاز الحوفي اللي يسمى بالإنجليزي الأنتيريور سينجوليت، يعني هو الجزء الأمامي من الليمبيك سيستم اللي هو يسموه الإيموشنال برين. يعتبر قديم، يعتبر يعني من جزء مخلوق قديم في الدماغ وموجود عند كثير من الحيوانات اللي هو الليمبيك سيستم.
فالليمبك سيستم الجزء الامامي مالته هو الانتيريور سينجليت اللي هو مسؤول عن تنظيم المشاعر، ايضا يكون اقل حجما واكثر ضررا وظيفيا. بمعنى بالدراسات اللي ركزت على الانتيريور بارت اللي الجزء الامامي من السينجليت يعني لاحظت فتور في كهربائية تلك المنطقة أثناء الحاجة للمشاعر وتنظيمها. الجزء الآخر اللي يكون غالباً متضرر هو المخيخ. الحقيقة المخيخ يعتبر جزء أساسي في تشخيص اضطرابات تنظيم الذات من ناحية التصوير الطبي، لأنه هو تقريباً العنصر المشترك الموجود عند لكل المصابين باضطرابات تنظيم الذات، وإن كانت يعني قد تجد بقية المناطق ضررها أخف، لكن المخيخ ضروري وهو الحقيقة المحدد والفيصل في ظهور تلك الأعراض. وأيضا أثبتت الدراسات بأن المخيخ جدا مهم أيضا في قضية تشخيص اضطرابات التوحد أو طيف التوحد. إذا المخيخ جزء حيوي في قضية الأعراض اللي موجودة في اضطرابات تنظيم الذات. في هذه المجموعة اللي احنا تكلمنا عليها سابقا اللي هي مرتبطة فيما بينها بواسطة ألياف عصبية، وتكلمنا أيضا وقلنا تلك الألياف يعني تمثل بالنتيجة منظومة كاملة، وهذه المنظومة تسمى منظومة تنظيم الذات، وقلنا أنها يصيبها ضرر أو هناك يصير بطء في نموها بحيث ما تلحق إلى أقرانها العمريين، وقد يكون هذا الضرر أو هذا البطء في النمو يستمر إلى حد يصل الإنسان إلى حد البلوغ ثم يتوقف. فإذا بقى هذا الضرر إلى حد البلوغ وحتى وصل إلى 30 عام وما صار الحقيقة نمو بالمستوى المطلوب، في الغالب يعني تبقى تلك الأعراض حتى يعني على طول عمر الإنسان. بعض الأحيان يحصل أيضا نمو في الجهاز العصبي حجميا، لكن ليس بالضرورة هذا النمو الحجمي يؤدي إلى نمو وظيفي. فعلى الرغم من وجود تصوير طبي يعني يثبت نمو تلك المناطق مع الزمن عند البلوغ، إلا أن الأعراض تبقى بعد البلوغ، وبالتالي النمو الحجمي لا يعطي بالضرورة شفاء من تلك الاضطرابات. هذه المقدمة البسيطة عن الضرر البيولوجي عند المصابين باضطرابات تنظيم الذات، واللي تكلمنا بأنها أساسها بيولوجي جيني وراثي بيئي، وقلنا أنه لا دور لقضية التربية أو الأمور الاجتماعية الأخرى والمشاكل العائلية في ظهورها عند الأطفال أو حتى بقاها عند الكبار، إلا أن هناك ضرر سلبي آخر من تلك الظروف في أنه تغير نمط تلك الاضطرابات لأن تعطيها قوة أكثر وشراسة أكبر أو تضاعفها باضطرابات أخرى مثلا العناد أو التحدي أو المشاكل الأخرى كالإدمان وغيره. بالنسبة للحقيقة الحلقة هذه بعد ما أضفنا هذه المعلومة هناك شيء نريد أن نضيفه. الأول هو قضية أنه المصابين باضطرابات تنظيم الذات في الغالب يكونون قليلي الصبر حتى على موضوع كبح الأسرار أو التفكير بصوت هادئ أو الخصوصية أو حفاظ على الخصوصية أو يعني تقسيم الأمور ما هو خاص وما هو عام. فالتفسير السايكولوجي يقول أنه الشخصية الإنسانية في الغالب هي شخصيتين، شخصية هي private self، شخصية تمثل الخصوصية الذاتية، وشخصية هي public self اللي تمثل العمومية. في الغالب الإنسان عندما يتصرف أو يفكر أو يعني في يومه عادة هناك switch، يعني switch في داخل الذهن الإنساني يغير اتجاه تلك المعلومة ما يعطيها طابع الخصوصية أو يفتحها للعلن اعتمادا على طبيعة تلك المعلومة وعلى طبيعة هذا الإنسان. لكنه المصابين باضطرابات فرط الحركة شتت انتباه في الغالب هذا السويتش عادة عندهم يكون أشبه بالعاطل. أين يوجد هذا السويتش سيستم أو هذا الزر اللي يخليك أنت تكون قادر على حفظ أسرارك وأن تتصرف بخصوصية في المكانات التي يجب أن تتصرف فيها بخصوصية؟ وأين يوجد
هذا ويجعل تلك التي مسموح فيها بالظهور أن تظهر للعوام أو تكون مغروة للآخرين. يعني هو مسألة تخمينية، لكنه يعتقد العلماء بأنه موجود فيما يسمى بالبيزل جنجلي أو في قاعدة الدماغ عند منطقة العقد الأساسية. الحقيقة هذا الموضوع يعني مربوط في تفسير أعراض أخرى اللي هي قضية الحركات غير الإرادية في المصابين في ما يسمى متلازمة تراتو، واللي عادة يكون ضررها أيضا في القاعدة الأساسية اللي يتصرف الإنسان بطريقة حركات لا إرادية أو يخرج أصوات بطريقة لا إرادية، ويكون الضرر في الغالب في القاعدة الأساسية أو البيزل جنجليا. فيتوقع العلماء بأن قضية الفصل بين الخصوصية الذاتية والعمومية هي في الشخصية واللي تكون عادة ضعيفة عند المصابين باضطرابات تنظيم الذات، فهم يتكلمون أمام الجميع بانفتاح بدون خصوصية. يعتقد بأن هناك ضرر في البيزل جنجليا اللي يمنع هذا المحور أو هذا السويتش بأن ينتقل بين الخصوصية والعمومية. هذه الحقيقة الرئيسية في الفكرة لفهم لماذا هؤلاء الناس لا يستطيعون أن يحفظون أسرار، ولماذا يتكلمون أمام الجميع بدون حرج عن أمور غاية في الخصوصية، ولماذا لا يستطيعون أن يميزون بين ما هو عام وبين ما هو خاص. النقطة الثانية اللي حبينا نضيفها على هذه الحلقة هي قضية أن الفص الأمامي الجوهوي في الغالب عندما ينظم الأعمال اللي تكلمنا عليها في قضية تنظيم الذات، هناك آلية في تخزين المعلومات في الفص الأمامي الجوهوي بطريقة الحقيقة تنفع وتساعد الإنسان على أن يضع أفكاره اللي يريد أن ينفذها على شكل هرمي. الهرمية اللي موجودة بالفكر يعني يرافقها الحقيقة هرمية تشريحية، بمعنى أنه الفص الأمامي الجوهوي عندما يريد أن ينفذ بعض الأفكار فإنه يضع الأفكار المعقدة في المناطق الأمامية من الفص، ثم يتدرج إلى الخلف حتى يضع الأقل تعقيدا. عملية الخزن هذه بمساحات يعني مختلفة تخلي الفص الأمامي قادر على أنه يصنع هرم في التنظيم. يعني على سبيل المثال لو أن شخص ما أراد أن يتزوج، وبالتالي يتوجب عليه أنه يعمل مجموعة من الأفكار حتى ينظم حفلة عرسه، فبالتالي راح يضع مثلا أولا الذهاب إلى المحكمة متى يكون، بعدين شراء المواد، وبعدين يضع مثلا التوقيتات، ثم يضع من يدعو، ثم يضع طبيعة الطعام، ثم يضع وهو يضع تلك الأفكار في ذاكرته الحية، راح تترتب تلك الأفكار في ذاكرته الحية حسب تعقيدها وحسب أهميتها. فيتصدر الحدث المعقد والمهم أماما، ثم يذهب الأقل أهمية إلى الخلف. هذه المنطقة اللي هي في الفرونتال كورتيكا وفي الفص الأمامي اللي تساعد على الإنسان حتى أنه ينظم أعماله باتجاه هرمية، فيضع مثلا أنه يكون عقد قرانة في المحكمة على رأس الهرم، ثم يضع البقية الأخرى بالتدريج تساوي بالضبط عملية الخزن الموجودة في الفص الأمامي الجوهوي، وبالتالي يسهل عليه أنه يعني يندفع بشدة ويدقق بقوة على ما هو أساسي في رأس الهرم، ويقلل في التدقيق على كل ما ينزل في أسفل الهرم. هذا التنسيق الإلهي في الفص الأمامي الجوهوي يساعد كثيرا الناس على ترتيب أمورهم، إلا أن المصابين باضطرابات تنظيم الذات بسبب ضعف فصهم الأمامي يجدون صعوبة في تخزين تلك المعلومات على مساحة أوسع، فتخزن المعلومات بتساوي، وبالتالي يعقد ويصعب عملية اختيار رأس الهرم. وطبعا هذا الموضوع يضاف إلى مشاكل أخرى هم أيضا يعني مصابين فيها، منها قدرتهم على التذكر، ومنها قدرتهم على عدم التشتت، ومنها قدرتهم على التحفيز ذاتهم، وبالتالي يصبح عندهم انهيار في منظومة التنظيم، ومن الصعوبة أن ينظمون أحداث قد تكون مهمة في حياتهم ويعتمدون على غيرهم، لأنه في الغالب
الحقيقة يصير عندهم فشل أو عدم إكمال في تلك المهام اللي تكون بالنسبة لهم مهمة. هذه النقطة الثانية حبينا نضيف أيضا في موضوع حلقتنا اليوم اللي هو الضرر البيولوجي. هناك أيضا نقطة مهمة يعني في قضية المخيخ وقدرة المخيخ على تحديد خط الزمن. وإحنا كنا تكلمنا في قضية آلية السيطرة على الذات بأنه الفص الأمامي الجبهوي باتصاله مع المخيخ يعطينا ما يسمى بالويند سيركت أو ما تسمى بآلية الشعور بالزمن أو يسمونها المينتال كلوك أو الساعة الذهنية. الشعور بالزمن في الغالب المخيخ يستطيع أنه يعني يعطيك هذا الشعور بسبب قدرته على نقول تصفيط أو جعل الأحداث زمنيا. يعني عندما تحدث الأحداث يجعلها يعني متسلسلة، فقدرة المخيخ على تخزين تلك الأحداث بطريقة متسلسلة هو اللي يخلي عندك شعور الزمن. فعندما يتضرر المخيخ طبعا كثير أمور تتضرر فيها، من جملة ما تتضرر فيه شعورك في الزمن، لأن قدرة التخزين التسلسلي تضعف. فهذه النظرة الفلسفية لشعورك في الزمن في الغالب يمكن أن تقيسها، لأنك تستطيع أن تخزن أحداثك بتعاقب. يعني لا تخزن أمورك شيء فوق شيء وإنما بتعاقب. هذا التعاقب اللي يساعدك فيه المخيخ يجعلك متحسس لمرور الزمن ومتحسس لتنظيم مهامك وفق محور الزمن. هذه الخاصية المهمة المعروفة في المخيخ أيضا ليس فقط مسؤوليتها يخليك تشعر في عنصر الزمن، إنما يساعدك أيضا المخيخ في قضية تنظيم أفكارك في المستقبل الزمني. بمعنى المخيخ ليس فقط مسؤول عن مساعدتك على أن تنظم ذاتك الآن، إنما يستطيع أن ينظم أفكارك وفق تسلسل زمني فيما يخص المستقبل. فلذلك عندما تكلم عن تلك الوظائف المعقدة المتداخلة والداعمة لبعضها البعض للوصول إلى تنظيم دقيق للإنسان حتى يصل إلى أهدافه ويحقق نجاحاته، هذه المناطق اللي تكون عادة متضررة في الغالب تضعف قدرة الإنسان على أنه يصل إلى أهدافه بطريقة ناجحة أو بطريقة كاملة أو بأقل الخسائر، وبالتالي تحدث هذا الفارق بين الناس في قضية النجاحات على الرغم من وجود ذكاء متساوي أو ربما ذكاء أقوى عند البعض. يعني ذكي جدا إلا أنه لا يستطيع أن ينظم نفسه للوصول لأهدافه، فلا يستطيع أن ينجح في أنه يستفيد من تلك المعلومات أو هذا الذكاء حتى يحقق أهدافه على محور الزمن، وبسبب تلك الأضرار اللي موجودة في منظومة تنظيم الذات. هذه حلقتنا، نتمنى منكم أن تتواصلون معنا وشكرا جزيلا.